صباحكم جميل مشاهدينا، ودائما كده مع بداية حلقتنا بنحب مع حضراتكم نطمن على حالة الجو. معانا على الهاتف دكتور علي قطب خبير أرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك يا فندم. صباح النور، أهلا بيك يا أستاذة محي. دكتور طمنا كده على حالة الجو، يمكن مستشعرين خلال هذه الأيام بخلاف ارتفاع درجات الحرارة في كمان ارتفاع في نسبة الرطوبة ملحوظة جدا على مدار اليوم. في الحقيقة طبعا ده حقيقي، وإن احنا طبعا لازم نعرف السادة المشاهدين يكونوا عارفين ان احنا في ذروة فصل الصيف اللي هو اشد درجات حرارة، متوسطات على درجات حرارة عظمى على القاهرة بتوصل ل 36 درجة مئوية، ممكن تبقى فيهم 37، لكن المشكلة كمان في الرطوبة النسبية. الرطوبة النسبية لما تكون مرتفعة وما فيش سرعة للهواء بتزيد من اساسنا كمان من 4 إلى 5 درجات مئوية، يعني تحس كما لو كانت درجة حرارة 40 او 41 درجة مئوية. نعم. ده طبيعي جدا، وده بيكون في وقت الظهيره تحديدا. ده هيستمر معانا، خلاص بقى كل سنه وانتم طيبين، وخلاص دوت ذروته بيبقى على مدار شهر 7 كله. قد تخف حدتها يوم او يومين، لكن هو ده الطبيعي، يعني لازم نعرف ان الطبيعي في فصل الصيف على محافظات الشمال كده، ومحافظات الجنوب درجات حرارة فوق ال 40 بتبقى 40 41 درجة مئوية في الأقصر وأسوان. لكن خلال فترات الليل وفي غياب أشعة الشمس العامل الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة، الطقس بيكون معتدل خاصة في آخر الليل والساعات المبكرة من الصباح. طبعا أفضل المناطق اللي نقدر نستمتع بيها واحنا خصوصا واحنا داخلين على أجواء أعياد وأجازات. صحيح، كل عام وحضرتك طيب يا فندم، ألف خير. طبعا السواحل الشمالية والسواحل الشرقية كمان، يعني لان طبعا البحر بيعمل توطيد في درجات الحراره، وبالتالي نقدر نستمتع باجواء الى حد ما معتدله من حيث درجات الحراره ان كانت او مائله للحراره في بعض الاوقات. طبعا بنفضل دائما في ظل هذه الاجواء الساخنه دايما نشرب سوائل كتير، دايما نرتدي الملابس ذات الالوان الفاتحه، كاب على الراس لو احنا متواجدين في طرق متعرضين لاشعه الشمس المباشره، يفضل عدم التعرض لاشعه الشمس المباشره في فتره الظهيره تحديدا اللي هي ما بين الساعه الواحده حتى الساعه الثالثه عصرا. طبعا احنا في اجازات، وبنقول للساده المصطفين كمان لو انتوا عاوزين تروحوا البحر يفضل يكون في الساعات الاولى من الصباح او بعد العصر ما بين الساعه 4 حتى الساعه 7 وقت الغروب، لان دي افضل فترات نستفيد منها من اشعه الشمس ونحافظ على اجسامنا وبناء العظام الجسم. وفترة الظهيرة دي بيبقى فيها ضرر من شدة الأشعة على الناس المتواجدين تحت ظل هذه أشعة الشمس المباشرة. نعم. حالة البحر أخبارها إيه يا دكتور؟ يعني عشان نطمن كمان كل الإخوة الصادقين. البحر معتدل ملائم لعمليات الصيد والملاح لأن مفيش سرعة للرياح. نعم. وبالتالي البحر معتدل، لكن السواحل الشمالية أحيانا بيكون فيها بعد الظهر بيبقى في سرعه للرياح، وبالتالي بيبقى في ارتفاع طفيف للموج، وده يخلينا نقول للساده المصطفين ما نبعدش عن الشاطئ، نخلينا قريبا من الشاطئ، لكن هو ملائم لعمليات الصيد والملاحه الطبيعيه يعني. طبعا بركز على الشبوره المائيه لان معظم الساده المشاهدين بيتوجهوا الى المدن الساحليه. صحيح. او المناطق اللي هي فيها بحر في فترات الليل المتاخره وساعات النهار الصباح، ودي بتبقى اكثر فتره تتكون فيها شبورة مائية بتكون كثيفة، لذلك النصيحة على السادة قسمت القيادة بهدوء أثناء السير واتباع كافة التعليمات المرور. نعم. أخيرا دكتور، كده درجات الحرارة متوقعة إن شاء الله خلال 48 ساعة القادمة بإذن الله. يعني هنشوف 48 حتى أيام العيد هتبقى درجة الحرارة ما بين 35 ل 36 درجة على القاهرة الكبرى، ودي درجة حرارة عظمى. نعم. السواحل الشمالية ما بين 30 ل 31 درجة في السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشرقية ترتفع قليلا عند العريش وبورسعيد بتصل إلى 32-33 درجة مئوية. لو اتجهنا لصعيد مصر نلاقي درجات حرارة في شمال الصعيد منيا وأسيوط ما بين 38 إلى 40 درجة مئوية، لو اتجهنا الجنوب عند الأقصر وأسوان هنلاقي درجات حرارة بين 40-42 درجة مئوية، وده طقس شديد الحرارة. صحيح. لكنه الرطوبة النسبية بتكون منخفضة جدا في هذه المنطقة. بنشكر حضرتك جزيلا دكتور علي قطب خبير أرصاد الجوية على توضيح حالة الطقس، وزي طبعا ما استمعنا لدكتور علي وأهم النصائح اللي توجه بيها النهاردة لطبعا كل سادة المشاهدين أنه نتوخى الحذر جدا خلال فترات الظهيرة تحديدا نظرا لارتفاع درجات الحرارة المصحوبة كمان بالرطوبة، نكثر من تناول طبعا المشروبات يعني الرطبة، ونشرب كمان مية بشكل يعني دوري على مدار اليوم، نهتم بتناول الأغذية والخضروات والفواكه الطازجة لأن فيها
طبعا نسبه من الميه وفيها نسبه من الالياف، اكيد دي كلها حاجات بتساعد على تعويض الفقد اللي بيحصل لنا خلال الساعات الطويله اللي بنمر بيها خلال فترات الحراره. كمان الناس اللي بتمشي على الطرق السريعه المسافره للسواحل لتوخوا الحذر من الشبوره المائيه في الساعات المتاخره من الليل وايضا في الساعات المبكره من الصباح.